صباح الخير يا شباب، عاملين ايه النهارده؟ عايز اقول لكم حاجه بسيطه خالص، افكروا فيها لو عجبتك طبقها، وهي ان نعمل كل حاجه في يومك وانت راضي عنها ومبسوط. معظمنا بيحس في يومه بملل، بل كمان زاد اكتر الفتره الاخيره بسبب الحظر وظروف البلد اللي احنا شايفينها كلنا. لو جوزك قايل لك خش اعملي محشي الساعه 2 بالليل وانت مقريفه، شغلي ميوزك وارقصي وعيشي الحاله وفرحي نفسك. فرح نفسك بنفسك، ما تقريفش نفسك، اعمل الحاجة وانت مبسوط. لو انت سايق في الزحمة ومش طايق نفسك برضو ومراتك برضو منكدة عليك، شغل ميوزك وعيش الحالة، فرح نفسك. كل واحد فينا هيعرف يفرح نفسه ازاي، كل واحد عنده الحتة بتاعته، لانك انت اللي عارف نفسك. انا قلت امثلة بس، صدقوني يا شباب جربوا الموضوع ده هيفرق معاكم جدا. انا يومي مثلا كان هو نفس اليوم دلوقتي، ما اختلفش كتير، بس هي نفس المواقف بقيت بعملها وانا مش مقريف. لا انا هفرح نفسي، انا نفسي تستاهل ان انا تفرح، مش اللي هو هعمل حاجه وانا متضايق. ليه؟ ما انا كده هعملها. بس جربوا الموضوع ده صدقوني هيفرق معاكم جدا جدا جدا. يلا صباحكم جميل.